جولة رياضية جديدة من أون لايف، أهلا بكم وللتفاصيل. نبدأ نشرتنا الرياضية مع قمة الكرة المصرية المرتقبة بعد غد بكأس السوبر، حيث خاض فريق الأهلي أول مران له بأبو ظبي مساء أمس في إطار الاستعداد لمباراة السوبر أمام الزمالك المقررة في السادسة من مساء الجمعة المقبل. وواصل الثنائية عمرو السلية ورامي ربيعة أداء التدريبات التأهيلية خلال مران الفريق على مجمع ملاعب مدينة زايد بعد أن تأكد غيابهما عن كأس السوبر. كما شارك سعد سمير مدافع الفريق الدولي في الميران بشكل طبيعي بعد وصوله للإمارات. ونبقى مع المارد الأحمر، حيث أجرى المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جولة تفقدية للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الفريق في أبوظبي والتأكد من توفر سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة قبل لقاء السوبر. كما تابع طاهر تدريب الفريق في ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف اللقاء، ووسائل التنقل من وإلى مقر الإقامة وجودة الفندق الذي يقيم فيه اللاعبين. وإلى أخبار الفارس الأبيض، حيث أكد محمد حلمي المدير الفني لحامل لقب الكأس على استعداده الكامل للمفاجأة التي يجهزها الأهلي قبل مواجهتهما المرتقبة على كأس السوبر. وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية أمس: جاهزون لمباراة القمة ومستعدون لمفاجأة الأهلي، فأنا أيضا أحضر مفاجآت لهم. وتابع: نريد أن نرد الكأس الغائب عن الزمالك منذ فترة، وكان آخر لقب كأس سوبر توج به الزمالك في 2002 وذلك على حساب المقاولون العرب، كما لم يفز الزمالك على الأهلي بكأس السوبر من قبل، حيث كانت الكلمة العليا في المواجهات الأربع التي جمعت الكبيرين بالبطولة حديثة العهد لصالح المارد الأحمر. وصل لاعب الأهلي والزمالك الدوليين إلى الإمارات عصر أمس عقب انتهائهم من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث وصل من الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي، بينما وصل من الزمالك علي جبر وطارق حامد. إلى ذلك، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل السفر مساء اليوم الأربعاء إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر في أبوظبي. كما طار أيضا الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر إلى أبوظبي لحضور اللقاء بناء على دعوة الشركة الراعية. تأهل وادي دجلة إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد أن حقق فوزا صعبا على نظيره طنطا بهدف نظيف في دور 16. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسام عرفات قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بدون أهداف. كان عصام الحضري غاب عن اللقاء، حيث فضل أحمد حسام ميدو المدير الفني إراحته عقب عودته أمس من الجابون بعد المشاركة مع الفراعنة في الكان الأخير. وفي مباراة أخرى، حقق طلائع الجيش فوزا غاليا على الشرقية بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس الجديد. أحرز هدف المباراة الوحيد المالي نيكولاس داو في الدقيقة 18 ليعلن تأهل طلائع الجيش إلى دور الثمانية بالبطولة. وفي لقاءات اليوم، يلتقي كبير العائلة البترولية إنبي مع سيد البلد الاتحاد السكندري في الرابعة عصرا على ملعب استاد السويس الجديد، فيما يلتقي في السابعة مساء الحصان الأسود لبطولة الدوري الممتاز مصر المقاصة مع بتروجيت على ملعب استاد القاهرة الدولي في مواجهة فنية مرتقبة خارج الخطوط بين المعلم حسن شحاتة والقدير إيهاب جلال. يحدد مسؤول اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الأندية موعد انتخابات اللجنة عقب انتهاء مباراة السوبر المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك الجمعة المقبل. كان اتحاد الكرة قد حدد 14 من يناير الماضي لإقامة الانتخابات قبل أن يتم تأجيلها بسبب غياب رؤساء الأندية عن الاجتماع. تستأنف بطولة الدوري العام لأندية القسم الأول يوم الاثنين المقبل الموافق 13 من فبراير الجاري بإقامة مباريات الأسبوع 18 للمسابقة. ومن جانبه أيضا، أعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات الدور الثاني للدوري حتى الأسبوع 30 من البطولة. وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين قد قررت الإعلان عن باقي مباريات الدوري الممتاز الأربعة عقب خوض جميع الفرق للمباريات المؤجلة في الدوري من مبدأ تكافؤ الفرص في الأسابيع الأربع الأخيرة.
وصلت شحنة الملابس الخاصة بالفرق الرياضية داخل نادي الإسماعيلي من الشركة الراعي للقميص الدراويش بعد وفاء الشركة بموعد تسليمها وفقا للمواعيد المتفق عليها. ومن المقرر أن يظهر الدراويش بالقميص الجديد في مباراته أمام سموحة الجمعة المقبل ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. وكان الإسماعيلي قد فسخ تعاقده مع الشركة الإيطالية بسبب عدم وفائها بتسليم الملابس الرياضية في مواعيدها متجها للتعاقد مع شركة جديدة. أكد عادل محفوظ مدير المنتخب الوطني للشباب أن معتمد جمال المدير الفني للفريق سيعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 15 من فبراير الجاري، وهو الموعد الأخير الذي حدده الاتحاد الأفريقي لاستلام قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب والمقرر إقامتها بزامبيا في 25 من فبراير الجاري. تعاقد مسؤول نادي الشرقية مع عماد النحاس المدير الفني السابق لأسوان لتولي مسؤولية قيادة الفريق الأول فنيا خلفا لمنير عقيلة الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق اعتراضا على الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرا. من المقرر أن يقود النحاس المران الأول له مع الفريق اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري. يذكر أن الشرقية يقبع بذيل جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط. حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة 5 أبريل المقبل موعدا لإقامة نصف نهائي كأس مصر الموسم الجاري على أن تقام مباراة النهائي يوم 7 من الشهر نفسه، كما تم تحديد 24 من فبراير الجاري موعدا لإقامة دور 8، بينما سينطلق دور 16 في 13 من فبراير الجاري. فاز فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي على نظيره الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل في إطار ثاني جولات الدوري الثاني بالدورة المجمعة لنهايات الدوري الممتاز على صالة اتحاد الشرطة. وتحصل الفرق على راحة اليوم الأربعاء على أن تقام الجولة الثالثة غدا الخميس بلقاءات بين كل من بتروجيت وطلائع الجيش وسبورتينج مع الزمالك والطيران مع سموحة والشرقية للدخان مع الأهلي. فاز فريق الكرة الطائرة بنادي سموحة على نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 3 أشواط دون رد في إطار ثاني جولات الدور الثاني بالدورة المجمعة لنهاية الدور الممتاز على صالة اتحاد الشرطة. ويلتقي سموحة مع فريق الطيران بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الثانية للنهائيات. طلب مسؤول الترسانة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور خالد حمودة بحفظ حقوقه المادية وإيقاف حارس مرماه أحمد مجدي الذي هرب الموسم الماضي وانضم لمنتخب كرة اليد بقطر دون موافقة ناديه، ثم عاد لمصر عبر بوابة الزمالك، وذلك بعد أن تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع الحارس في صفقة انتقال حر عقب نهاية كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بفرنسا لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأبيض. أقيم أمس وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم بطولتي العالم لسيدات الاسكواش والجونا الاسكواش بأحد فنادق القاهرة الكبرى. البطولة لما ابتدينا نفكر فيها في 2010 فكرنا فيها طبعا مع صعوبة ان احنا نبتدي فيها، بس كان دايما التفكير ان ازاي نقدر نعمل عمل مؤسسي يستمر لأكتر من سنة، واحنا كلنا عارفين ان في مصر انك تقدر تعمل حاجة تستمر أكتر 5 6 سنين وتكمل مش حاجة سهلة. عشان نقدر نعمل ده السنة دي واستضافة بطولة العالم كان لازم يبقى عندنا ملاعب سكواش في الجونة. ملاعب السكواش دي اول ما جت الفكره انا اتكلمت مع المهندس سميح سويرس والمستر خالد بشاره رئيس شركه اوراسكوم للفنادق والتنميه، وتحمسوا جدا لفكره ان احنا يبقى عندنا ملاعب سكواش نقدر نستضيف فيها بطوله العالم. القرار ده اتخذ في شهر 11، الملاعب المجمع ده اتبنى وبيتشطب دلوقتي، وانا بصراحه بوجه لهم تحيه لان اللي حصل ده يعني معجزه. الناس مش اللي بيشطبوا الملاعب ما صدقوش ان المبنى طلع في 3 شهور، فبس عشان يبقى كل واحد عارفين ايه اللي حصل عشان نقدر ننظم بطوله زي دي. اوجه لهم التحية. طبعا حاجه مشرفه لينا كبلد ان يبقى فيه استمراريه، وحاجه مشرفه جدا ان يبقى فيه شباب كده زي عمرو مش مستعجلين على النجاح وبياخدوه خطوه خطوه ويحطوا مجهود وبصفه مستمره، وياريت كل الناس تتعلم منه ان النجاح ده عايز وقت ومجهود واستمراريه اكتر من اي حاجه تاني. فيعني انا بحيي فيه هذا الاتجاه،
ان شاء الله دايما كده يشرفنا كل الانجازات بتاعته. الاضافه اللي جت السنه دي كده بتاعت بطوله البنات دي طبعا حاجه هايله، حاجات يعني هتضيف لينا في الجونه وتضيف لمصر كمان، ان في امكانيات في مصر مش موجوده في حته تانيه، بدليل ان هم لجأوا لعمرو منسي لما كان عندهم مشكله في الدوله اللي كانت مستضيفه البطوله، لانهم حاسين ان في حد على قدر المسؤوليه ممكن يشيل معاهم المسؤوليه دي، وفعلا دي حاجه بتشرفنا جدا ان احنا نكون دايما معاه. وان شاء الله السنه دي برضه تبقى زي كل سنه كده حاجه ناجحه، وانا ارجو ان نقدر كمان اليومين دولت اللي هيعملوا فيهم تذاكر يجيبوا مبلغ كويس لمستشفى الريش ابو الريش، لان طبعا ما دام ابتدت البطوله تاخد هذا الاهتمام المفروض اننا ما ننساش الواجب الاجتماعي بتاعنا قبل الجهات دي، اللي هي حاليا طبعا بسبب الظروف الاقتصاديه ما بقتش تقدر تدي الخدمه على نفس المستوى، فده دورنا. وارجو ان انتوا يعني ناس في الاعلام تشجعوا ان الناس تروح وتشتري التذاكر، وتبقى حاسه ان هي بتشتري التذاكر دي عشان الفلوس رايحه للخير، لان ده برضو واجبكم في المرحله اللي احنا فيها دي. وان شاء الله يبقى يعني رحلتكم للجونه السنه دي تبقى كويسه، وانتم بتغطوا البطوله بقى في الواقع، وزي كل سنه نطلع كسبانين كل الجوائز. شكرا، مع السلامه. يعني بجد فخورين برضو ان احنا بنساهم في ده، لان يعني احنا في مصر دايما محتاجين للنماذج الناجحه عشان ناخد منهم الامل يعني. فكون ان بلد زي مصر يعني طلع كل العدد من الابطال دول في سكواش، هو كان الدافع لينا احنا ان احنا نتبنى هذه الرياضه. خدوا بالكم احنا لما بنشجع البطوله دي احنا مش بنشجع لاعب معين، احنا بنشجع رياضه معينه، ونجحنا نجاح كبير جدا ان تبقى مصر هي نقطه انطلاق للبطولات العالميه دي. والناحيه الثانيه غير انها بتشجع السياحه، انما هي بتدي رساله للعالم كله ان مصر في امان، وان احنا انتهينا من المشاكل اللي كانت تسيء الى لينا وسمعة السياحة وكده، لأن ما كانتش بطولة دولية زي دي هتنعقد لو الناس دول حاسين إن في أي مشاكل من أي نوع يعني. فأنا بشكر عمرو وبشكر الحكومة الممثلة في هيئة تنشيط السياحة والاتحاد الاسكواش، وكل واحد تعب إنه يخلي ده إنجاز عالمي سنوي في مصر يعني. عن نفسي يعني أنا فرحان جدا، لأن الحقيقة الجونة بقت مكان ممتع وعلى مستوى عالمي، وبالتالي احنا كمان اتشجعنا وغشينا من بطوله سكواش دي، وقررنا ان نعمل مهرجان سينمائي في الجونه. غشينا من عمرو يعني الفكره، وهنعمل ان شاء الله مهرجان انترناشونال يكون على نفس المستوى، يبقى برضو يخلي اسم مصر واسم الجونه دايما على كل مسمع. وافق الاتحاد الدولي للمصارعة على الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد المصري برئاسة حسن الحداد على تجنيس طارق عبد السلام لاعب المنتخب للعب باسم بلغاريا. يذكر أن طارق عبد السلام لاعب المنتخب قد تم تجنيسه للعب باسم بلغاريا والمشاركة في البطولات ضمن المنتخب البلغاري. أكد أحمد عبد الدايم رئيس جهاز الكرة الطائرة في نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء اتفقوا على تقديم طعن بالمحكمة الرياضية الدولية على قرار إيقاف محمد محسن لاعب الفريق لمدة 4 سنوات بسبب إيجابية عينة المنشطات. كنا بنتمرن عالي تمارين معسكر مع المنتخب مع كابتن نور فخر الدين، كان عندنا بطولة أفريقيا في شهر 9 تمام، فجم ناس من اللجنة الأولمبية المصرية دكتور أسامة غنيم طبعا، فعملنا تحاليل عشوائية، كنت أنا وثمانية تاني من الفرق تمام. وبعدها باسبوعين لقيت المدير الفني بيتصل بيا فقول له مثلا انت خدت اي مواد مع اي مواد محظوره ولا اي حاجه؟ قلت له خدت، مش فاهم يعني. فقال لي انت خدت مثلا حاجه محظوره اي حاجه علاج مثلا اي حاجه من جنب الدكتور ما يعرف حاجه؟ قلت له لا يا كابتن ما خدش حاجه. فبقول له في حاجه يا كوتش؟ فقال لي خلاص تسيبي كمان شويه وكده. فاتصلت بيه كمان برضو اتصلت بعدها بساعه وكده، فبيقول له محسن انت العينه بتاعتك اللي انت خدتها اللجنه الاولمبيه خدتها طلعت العينه ايجابيه. فلما شافوا العينه وكده من اللجنه الاولمبيه المصريه طلعت الماده اسمها ركتوبامين. فالمادة دي حضرتك ما يعني الابحاث والعلميه وفي وزاره الزراعه وجبنا كل حاجه تثبت ان الماده دي ما بتتاكلش غير للحوم، حقن للحيوانات فقط تمام، ولا بتتاكل في ادويه ولا في اي عقار ولا في اي بروتين او اي مكملات غذائيه، هي حقن للحيوانات فقط. فاحنا جبناه برضو ورق يثبت ان الماده دي كذا 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 مش عارف ايه، ما ينفعش بني ادم ياخدها، لان الانسان لو خدها يا اما يجيله سرطان يا اما هيموت، ما ينفعش انسان يتحملها اصلا.
فجبنا ورق جزب في الماده دي اصلا رغبه من دي مشهوره جدا في امريكا في الامريكتين الشماليه والجنوبيه. فانا كنت في المكسيك قعدت هناك شهر في بطوله عالم مع المنتخب وكنا هناك برضه كنا بناكل عادي بالاكل هناك ومفيش اي مشكله. اداني 4 سنين بالمثل مع لعيبه الكاراتيه اسمها رضوى عرفه. فبدانا يبقى في جلسات استماع مع المنظمه في المنشطات اللي في مصر والاتحاد المصري لكره الطايره ونادي الزمالك اللي بيمثله انا. عملنا كذا جلسه لما بدانا نخش ان خلاص اللعيب هيتوقف. الدكتور اسامه غنيم المسؤول عن المنشطات في اللجنه اوحى لينا كلنا ان الوضع بسيط وان المده الزمنيه الايقاف 3 شهور أو 6 شهور. احنا عرضنا الكلام ده خالص وبدانا نناقش في الاساسيات الموضوع. لقينا في اختلاف في استماره اللعيب نفسه. الرقم الكود بتاع العينه مختلف. الرقم الكود بيبقى 1 في استمارتين، الاستماره اللي بتروح التحليل بره والاستماره اللي موجوده هنا. بنراجعها انا والدكتور ومسؤول الاتحاد المصري لكره الطايره. لقينا في اختلاف في الرقم، دي رقم 2 ودي رقم 3. بدانا نشك ان في ممكن يكون العينه مش بتاعه اللعيب، ممكن حصل فيه لبس او اختلاط. لما بدانا في الكلام ده حصل فيه من الدكتور اسامه غنيم المسؤول عن اللجنه ان هو يعترض واصر على الكلام ده. المهم عملنا جلسه ثانيه، قال ان الفتره الزمنيه قليله واحنا هنبعت عشان الايقافات والدولي والكلام ده. فقلنا من شهر 8، كان الكلام ده في شهر 10، فوجئنا ان 31/10 في نهايه شهر 10 جه خطاب للاتحاد المصري كره الطايره بايقاف اللاعب 4 سنوات. ودي كانت الطمه الكبرى لمنتخب مصر ولنادي الزمالك. حصل اتصال بالمستشار مرتضى منصور وبلغت المستشار مرتضى منصور بكل الاحداث. طبعا كلف محامين من النادي ومتخصص لتحضير كل المستندات والاوراق، واحنا عندنا 21 يوم لاستئناف القضيه. لكن انا بقول للدكتور اسامه غنيم هذه المره لن تتكرر، لان دي ثالث مره تحدث في لعيبه مصريين. واعتقد اخر تقرير واخر حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه بتاع حسن عبد الجواد ان هو كسبه. فده في علامات استفهام على المنظمه دي اللي هي في مصر، في علامات استفهام على ان احنا بنحارب الرياضه المصريه. كشف نادي الزمالك عن تصميم قميصه الجديد والذي سيكمل به الموسم الجاري، حيث سيظهر الفارس الأبيض بزيه الجديد لأول مرة في قمة السوبر أمام الأهلي أملا في تحقيق الفوز. زي ما مصر سبقت العالم كأول حضارة ودولة مركزية في التاريخ، المصريين دايما سابقين العالم بخطوة. من قبل ما دول كتيرة في العالم تعرف يعني ايه كرة قدم، كان مصر فيها نادي الزمالك من سنة 1911، وفي قلب مصر الفرعونية اتبنى نادي الزمالك. ممكن مكانه فعلا يكون في الجيزة، بس مكانه الحقيقي في قلوب عشاقه في العالم كله، في وطننا العربي وأفريقيا وحتى أوروبا. هتلاقي ملايين من عشاق التيشيرت الأبيض أبو خطين حمر، تيشيرت مليان لحظات حلوة وانتصارات وبطولات، لحظات صعبة ودوشة استاد، إحساس جميل يوم الماتش الصبح وأنت بتستعد بالعلم والتيشيرت، إحساس ما يفهموش غير الزملكاوية. الزمالك فكرة مش هتموت. من الملك فاروق لنجيب محفوظ لزويل لمنير لعمرو دياب لحد أصغر زملكاوي، بابا لسه بيعلمه يعني إيه يحب النادي الملكي، يعني إيه القلعة البيضاء، يعني إيه التيشيرت الأبيض أبو خطين حمر. فاصل قصير لنعود نستكمل نشرتنا الرياضية.